الأخت ماجد تسأل عن صحة حديث صلاة من صلى قبل العصر أربعة، تسأل عن صحة هذا الحديث: رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعة. هذا الحديث في السنن بإسناد لا بأس به، نعم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة فلتصلي أربعا كل ركعتين منفصلة بتسليمة، ويكون ذلك بعد الأذان وليس قبل الأذان. هذا هو المقصود من هذا الحديث. نعم، بارك الله.